كثير الإحسان بطيء الغضب ويندم عن الشر، وأيضا يصنع إحسانا بألوف المحبين. هذا عقلنا، لكن مش معنى ذلك إن أنا أستهتر بحياتي معه. كم مرة وكم من سنة إحنا أثناء النور ما خف في الكنيسة قعدنا نقول يا رب إحنا أسفين على السنة اللي فاتت دي، ما كناش فيها ملتزمين، وأنا وعدك نكون ملتزمين. كم مرة كم سنة إحنا عملنا كده؟ سنين عديدة. أحب أقول لكم في هذا المساء إحنا بنأمل في سنة 2013 تكون سنة جميلة، ولكن خلي بالكم لكم إن العمر لحظة. يعني فيش حد يقول السنة الجاية لو أنا ملتزمتش السنة دي ليه السنة الجاية هلتزم، اللي مش هيلتزم السنة دي مش هيلتزم السنة الجاية. الطالب اللي ما يذاكرش النهاردة مش هيذاكر بكرة، اللي مش هيعمل شغل وعمل مظبوط النهاردة مش هيشتغل بكرة صح. الإنسان كسلان، وكل حياتنا اللي إحنا عايشينها في الأرض دي ما هي إلا امتحان. فترة حياتنا على الأرض امتحان، هي مصير ربنا موجودة في ورقة الأسئلة العظيمة المقدسة الكتاب المقدس اللي هي وصية ربنا، واحنا سلوكنا من خلال الوصية هو إجابة على هذه الأسئلة. ماذا تنفذنا الوصية؟ ملتزمين بيها ولا لا؟ هقول حاجة بقى من دلوقتي ودي نحطها على ايه هو علامات الالتزام. الانسان ملتزم مع ربنا نعرفه ازاي؟ نعرفه انه لما يكون الانسان دقيق نعرف انه هو ملتزم بالمواعيد، ملتزم بكلمته، يعني في الميعاد تلاقيه بنكتح، في لما يوعد حد ينفذ بدقه ما يخديش احد. ايه تاني؟ يتم العمل بتاعه بنجاح، ده هو الالتزام. فالالتزام هو بيؤدي في النهايه الانسان الى نجاح. طب احنا في الارض هنا، هل احنا عايشين في الارض لاجل متعه عربيه فقط؟ لا طبعا، احنا عايشين هنا على الارض ما كناش نعيش مع ربنا يسوع المسيح بالالتزام هنا، مش هيكون كلنا معانا سيف الخليل اللي مش ملتزمين. أنا عمركم شفتوا طالب مش ملتزم طول السنة وكسلان قوي قوي وفي النهاية نجح ولا تفوق ولا راح الكلية اللي هو عايزها ولا بقى موظف عالي الشأن؟ ما سمعناش حاجة زي كده. كذلك أيضا في ملكوت السماوات أنا عايز بنعمة ربنا يسوع ناخد هدفنا في سنة 2013 نظرنا من واقع الى ملكوت السماوات علشان نلتزم، ودايما نفكر بعض نفكر انفسنا ان الالتزام الروحي من خلال الكنيسه هو ده اللي هيوصلنا السماء مع ربنا يسوع المسيح. نحط هدفنا هو ملكوت السماوات مش هدف اخر. فعلامه الالتزام المواعيد، مواعيد القداسات، مواعيد الخدمه، يبقى ملتزم باللي بيحب ربنا يسوع يلتزم فيه. طبعا في جمهور بتعطلنا احيانا غصب عن ارادتنا، اللي عنده وظيفه اطفال بيلبسهم بيهتم بيهم عشان يجيبهم الكنيسه متاخر شويه، ده ما عندوش عذر يعني ممكن يلتمس بالعذر، لكن في ناس ما عندهاش عذر وبتيجي متاخر. الالتزام تقول ان انا التزم بميعاد ربنا القداس الساعه 8 بالاذن، الساعه 8 بالظبط اكون موجود في الكنيسه. لما يبقى في وعد او في طلب مني روحي من اتبع اعترافي او خدمه معينه كان عايزها لاجل خدمه المسيح لنا، برضو اذا وعدنا ننفذ الوعد، ما نكونش حاضر وخلاص ونعتذر في اخر لحظه. نبدا ثلاثه لما يسند الينا عمل نترجمه بنجاح واجتهاد، باجتهاد ونجاح، اجتهاد الاول قبل النجاح. فعايزين ان شاء الله نعمة ربنا يسوع المسيح الهنا 2013 بتبتدي فيه بداية قوية مش كده.
بتتم حاجه اطلاقا، عندنا شجاعه حتميه، عندنا قوه اراده، عندنا معونه خاصه من عند ربنا ان احنا نلتزم حسب الجهاد الروحي الموضوع امامنا لاجل ملكوت الله في كل حاجه. ده كل حواس الانسان كلها، ودايما فكر نفسك ان لازم تكون مجتهد انك ما تجيش لعينك يعني الانطلاق في النظر، لا يبقى في حد في اللسان في الكلام، مش اي حاجه تكلمها، خليك ملتزم وخليك جد في الفكر، احصر فكرك، خليه مستأثر بفكر المسيح، حتى حركة الإشارة. عايزين نتعلم حاجة مهمة جدا، الإنسان القوي مش اللي هو يشوح بإيده، لا، الإنسان القوي ممكن يكون كلامه هادي، صوته هادي، لكن يقول كلمة الحق من غير ما يعمل إشارات ولا ينطق إيده كده ولا يشوح الكلام ده كله. نلتزم حتى بطريقة، هقول لكم ايه؟ يعني الانسان اللي يحب ربنا يسوع المسيح يكون موثق مثل في كل حاجه، حتى لو طريقه مشيته وطريقه لبسه وطريقه اكله وطريقه شربه وطريقه كلامه. يعني يا ريت نلتزم في 2013 ونكون فعلا هدفنا من كل السنوات نبتدي في كل خطوه من خطوات حياتنا فيها التزام. في البيت ملتزمين، في الشارع ملتزمين، في الكنيسه ملتزمين، مع أهل البيت ملتزمين، مع النفس